موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مدة الخلافة الراشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود وغيره عن سعيد ابن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأبو بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر، فبقيت 6 أشهر. فهذه يكملها بيعة الحسن ابن علي، أو تكملها بيعة الحسن ابن علي 6 أشهر. فهذه مدة الخلافة الراشدة كما هو المشهور بين أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.